فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندي صديق مصاب بانفلات في الريح تخرج منه يقول عندي صديق مصاب بانفلات في الريح تخرج منه الريح باستمرار، ويتوضأ عند كل صلاة، لكن عندما يصلي في المسجد الحرام ويجلس بعد الصلاة يتعذر عليه أن يخرج إلى الوضوء نظرا للزحام الشديد، هل له أن يصلي بالوضوء الأول الصلاة القادمة؟ لا يصلي في المسجد الحرام، لا يصلي في المسجد الحرام، يصلي في المساجد الأخرى، ما دام أنه ما يستطيع البقاء على وضوئه فلا يصلي في المسجد الحرام. بل صلاة المسجد الحرام، الرسول صلى الله عليه وسلم نزل في عند المعلات في حجة الوداع، وما كان يذهب إلى المسجد الحرام كل صلاة، كان يصلي في مكانه عليه الصلاة والسلام. كل مساجد مكة ولله الحمد من المسجد الحرام، كل ما كان داخل الأميال فهو المسجد الحرام. مساجد مكة كلها لها الفضيلة، الصلاة فيها عن 100,000 صلاة لأنه في الحرام، فلا يشقون على أنفسهم ها التكدس في المسجد الحرام، ولازم كل وقت في المسجد الحرام ويتضايقون، ولا يتمكن من الصلاة على المطلوب أيضا بسبب الزحمة. ما أمر الله بهذا يا إخوان، صلوا في مساجد مكة، توسعوا والحمد لله. نعم. وكذلك الرسول ما ذهب في إلا للطواف والسعي، ما ذهب إلى المسجد الحرام، مع أنه عند المعلات عند المقبرة قريب، لأجل يسر على أمته. نعم. كذلك حفظك الله، بالنسبة للشخص المذكور يقول: هل يجب عليه أن يتوضأ بعد انتهاء خطبة الجمعة، أم أن الوضوء السابق للخطبة يكفيه؟ لا، هو يتوضأ عند الصلاة، عندما يريد أن يصلي يتوضأ ويصلي. نعم.